صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2023، وجاء في التعميم أنه بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023 تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الأحد الأول من شهر يناير 2023 الموافق للثامن من شهر جماد الآخرة 1444 للهجرة.